بينورني ويشرفني في الاستوديو الاستاذ محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق. استاذ محمود منورنا. اهلا بيك امير واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. عندنا امور كثيره في الحقيقه عايزين نتكلم فيها. خلينا نبتدي بحسم النادي الاهلي لبطوله الدوري والمرحله الاخيره بالتحديد الامتار الاخيره في بطوله الدوري اللي قدر النادي الاهلي من خلالها ان هو يحسم البطوله، سواء الفوز على نادي المقاولين وحسم اللقب وكمان اكمال الفرحه بالفوز على نادي الزمالك. شفت الفتره اللي فاتت دي ازاي؟ هو طبعا بطوله الدوري السنه دي كاهلي الاعتبارات كتيره. الموسم كان بدأ زي ما يكون في عاصفه شديده جت على فريق النادي الاهلي. تمام. خلينا نعترف ان الاستعداد من بدايه الموسم ما كانش على المستوى القوي. اكتفاء بصفقتين بس كان سليف كوليبالي واحمد علاء. كان في طبعا ضغط مباريات كبير جدا. انت طالع بعد موسم كاس عالم شاركت ووصلت لنهائي افريقيا، تعرضت لصدمه كبيره، خساره ضد الترجي. طبعا ده كان اللقب الاهم بالنسبه للنادي الاهلي ولقب دوري الابطال ان هو غايب بقاله فتره كبيره. لضم معاك موسم جديد، انت دخلت الدور الثاني او من بدايه 2019 يعتبر الاهلي كون فريق جديد. صفقات كتيره في فتره انتقالات الشتويه كان الفريق محتاجها بشكل كبير. ميزانيه ضخمه خصصتها اداره النادي ودعم كبير. جهاز فني جديد تعاقب على الفريق، ثلاث مدربين الموسم ده. برضه فقت على كابوس تاني، خروج من دوري ابطال افريقيا بسيناريو صعب ضد سان داونز. فطبعا كل دي هزات نفسيه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي، لكن مع ذلك الفريق ركز في هدفه ان هو يحقق بطوله الدوري. ان هو كان بالنسبه له بقى صعب بعد الدعم الكبير من اداره النادي للفريق بمدربين او بلاعبين او من ميزانيات مفتوحه. صح. وفي الاخر ما تخرجش ببطوله. فاعتقد ان كان بطوله الدوري كانت تعتبر هي الاهم للاهلي هذا الموسم، خاصه بعد الخروج من دوري ابطال افريقيا وخساره النهائي، وكنت خسران قبل نهائي تاني مع احلال وتجديد الفريق. فكانت الامور كلها صعبه، انت كانك بتستعد لموسم جوه موسم. فعلا. ثم تيجي لك كاس افريقيا، استضافه مصر كاس الامم، غيرت برضو ملامح بطوله الدوري وغيرت الهيكله بتاع تنظيم المسابقه. وانك بتكمل البطوله بعدها بعد بطوله كاس الامم بدوافع جديده. بفتره راحه، باستعداد الفريق، سافر في معسكر اسبانيا وشفنا نادي الزمالك راح برضو أبرز. لكن كان النادي الاهلي كان محتاج نقطه واحده، وكان حس النتائج وخاصه بعد الخروج من دوري الابطال تحس ان هو تحرر، الفريق تحرر. فعلا. بنسبه كبيره كان في كم اصابات كبيره جدا، برضو انك تجيب عناصر جديده تتاقلم مع القديمه برضو بتيجي بتاخد وقت. مدرب لاول مره يشتغل في قاره افريقيا عموما، وشعبيه النادي الاهلي بتوصل له تدريجيا ان هو التعثر في مباراه واحده مش مقبول، فما بالك انك بتتعثر في بطوله وبتخرج من بطوله كبيره بسيناريو كارثي يعني. فاعتقد ان كانت بطوله الدوري كانت مهمه جدا للنادي الاهلي. العامل النفسي كان مهم فيها بدرجه كبيره. الفريق الاهلي تعرض لضغوط نفسيه كبيره جدا السنه دي، تعرض لضغط اعلامي شديد جدا. كان في منافسه برضو قويه، خلينا نعترف، من نادي الزمالك وبيراميدز. كانت منافسه قويه جدا ومنافسه شرسه، سواء في على مستوى الملعب او خارج حدود الملعب. بتشوف دلوقتي بينافسك فريقين على الفوز بصفقات اهم صفقات الدوري المصري، بتشوف فرقتين بيستعينوا بمحترفين على اعلى مستوى، عناصر دوليه، ودي تعتبر من مكاسب الموسم ده ان احنا شفنا يعني الصفقات بقت عناصر دوليه كويسه. كنا الاول بنسمع عن لعيبه افارقه ما حدش يسمع عنهم، لكن المنافسه كانت قويه جدا. النادي الاهلي تجاوز صعوبات كتيره جدا، وفي الاخر اعتقد ان هو بطل الدوري هو راح لمن يستحقه، رغم ان نادي الزمالك تفوق لفترات طويله، لكن هي فيه الاهلي يستحق. طبعا هو بص في عرف دائم يا امير، مفيش بطل دوري يكسب بالحظ. يعني انت ممكن تكسب بطوله كاس بالحظ، ممكن تكسب بطوله افريقيا نفسها بالحظ. ليه؟ لان هي بطوله بتعتمد على ادوار اقصائيه، حالتك في مباراه واحده ممكن تفوقك وفي مباراه ثانيه ممكن تضيع. يعني ممكن تتاهل من خلال ضربات الجزاء مثلا. وفي بعض الاوقات يعني هو كان مين يتخيل النادي الاهلي يتغلب 5-0 من سان داونز؟ دي حاله مباراه دمرت لك موسم افريقي بحاله. لكن انت في دوري، لا، الدوري ده بيعتمد على نفس طويل، بيعتمد على تجهيز، بيعتمد على تفوق. بتقع شويه وبتتماسك لفترات ثانيه، لكن كان في شويه ضغوط اعلاميه او ضغوط بالتصريحات، كانت حرب تصريحات من جميع الاطراف، لكن في النهايه انتصر اللي كان اكثر خبره، صاحب النفس الاطول، الاكثر تركيزا والاكثر هدوءا. واعتقد ان النادي الاهلي في النهايه هو فعلا من يستحق اللقب، حتى ان لم يكن الفريق قدم افضل مستوياته الموسم ده. ابرز ما ميز النادي الاهلي في مباراتي المقاولين والزمالك من وجهه نظرك؟ التركيز على الهدف. انا جاي يعني مباراه المقاولين كانت
تعتبر كانها مباراه نهائيه، تكسب البطوله خاصه بعد تعثر نادي الزمالك ضد جونه بالتعادل، تكسب المباراه خلاص حسمت اللقب، بقت مباراه نهائيه، بقت مباراه المقاولين مباراه نهائيه. دي نقطه. النقطه الثانيه، مباراه الزمالك كانت فيها دوافع كتير جدا للفريقين. فريق الزمالك طبعا بعد خساره اللقب كان يهمه ان هو يفسد فرحه الاهلي بالدوري، وفي نفس الوقت النادي الاهلي برضو كان بيحاول ان هو ياكد تفوقه وان هو على منافسه التقليدي، المنافس اللي هو تصدر البطوله معظم الوقت لوجود برضو مؤجلات كتير للنادي الاهلي وتعثره في جولات سابقه. فكان التركيز والاصرار كان عامل مهم جدا لحسم اخر مباراتين لفريق الاهلي. ده شيء كان مهم، ابرز العناصر في النادي الاهلي اللي لفتت نظرك وعلى مدار الموسم. يعني الكلام ده من دلوقتي على علي معلول ان هو ابرز عنصر في الكره المصريه خلال الموسم اللي فات، كلام على عوده حسين الشحات لمستواه، رامي ربيع وعودته كمان من فتره كان بعيد فيها جدا لكن بيعود لمستواه بدقائق اكتر، عندك كمان حمدي فتحي لاعب مؤثر جدا في نص الملعب. انت رايك ايه في العناصر اللي بيتم تداول اسمائهم خلال الفتره دي؟ والله يا امير انا مقسم الموسم برضو، الموسم انت عندك الموسم الاخير ده استمر حوالي سنه، انا مقسمه لجزئين. الجزء الاول كان يتحمله وليد سليمان بالكامل، يعني وليد سليمان ادى دور رائع جدا مع باتيس كارترون المدرب السابق ومع كابتن محمد يوسف برضو الفتره. كان النص الاول من الموسم كان وليد سليمان فقط هو النجم الاوحد للنادي الاهلي، وكان ساهم بنسبه كبيره في تاهل الفريق لنهائي دوري الابطال. طب نكمل الجزئيه دي، بس خلينا نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نكمل ونشوف مين افضل لاعب في الموسم من وجهه نظر محمود باهي الناقد الرياضي في الشروق بعد الفاصل. كنا بنتكلم على افضل لاعب في الموسم وقلت لي ان وليد سليمان في الجزء الاول الموسم كان ماشي كويس جدا، وقسمت انت الموسم للمراحل. فكمل افضل لاعب من وجهه نظرك. احنا كنا بنقول يا امير اللي هو وليد سليمان، طبعا تاهل الاهلي لنهائي دوري الابطال في 2018 كان البطل الاوحد ليه طبعاً هو وليد سليمان طبعاً. يعني كان مجهود غير طبيعي، يعني شايل الفرقه لوحده النص الثاني طبعا مع التدعيمات، شايف ومع تعافي علي معلول من اصابه. برضه علي معلول كان النص الاولاني النص كان مصاب، فعلي معلول هداف الفريق، ترجم مجهوده بشكل كبير جدا، حسم ماتشات كتيره باهدافه، ماتش الاتحاد السكندري كان برضو كان هدف وقت متاخر حسم الفوز طلع الجيش يعني. طلع الجيش كان برضو رغم ان هو اضاعته ركله الجزاء في نفس المباراه تقريبا، مباراه المقاولين برضو هو اللي فتح سجل اهداف، مباراه الزمالك الاخيره هو سجل هدف الفوز. فاعتقد ان هو انت لو حسبتها علي معلول باهدافه مثلا مدي الاهلي حوالي 9 ل 12 نقطه صح. طبعا 9 12 نقطه والنادي الاهلي متفوق بفارق 8 نقاط عن الزمالك، فليه دور كبير جدا في الحسم. شايف برضو ان رمضان صبحي من العناصر ان اضافت كتير جدا لفعاليه الجزء الامامي للنادي الاهلي، يعني يعاب عليه او ينقصه شويه امور فنيه. ممكن نقول رمضان محتاج ان هو يكون اناني شويه في بعض المواقف، ان هو يبقى فعال على الجون بشكل اكتر، ما يميلش للمراوغات بشكل كبير. هو بيصنع فرص كتير جدا، عامل جبهه مع علي معلول، وشايف ان نجاح علي معلول بنسبه كبيره جدا لوجود رمضان صبحي بجنبه. رمضان صبحي لعيب صغير حيوي قوه جسديه كبيره جدا، ينقصه بس بعض الامور الفنيه دي، طبعا دي شغل المدير الفني للفريق. رمضان المفروض يكون فعال اكتر من كده، لان برضو نخلي بالنا ان كل لاعب دلوقتي في النادي الاهلي لازم يعني يدرك ان هو الجمهور بقى بيقيم على حسب السعر، ده رمضان اللي جايب مقابل قد كذا، يبقى كل لمسه محسوب عليه. كذلك الامر بالنسبه لحسين الشحات، حسين الشحات برضو فترات، حسين الشحات لاعب مميز جدا بس هو طبعا مضغوط بما يقال عليه وسعره والكلام ده كله، لكن هو مع الوقت اعتقد ان هو اول 6 شهور دي تعتبر زي فتره معايشه لحسين الشحات، جرب شويه من الضغوط. اعتقد الموسم اللي جاي مع الدنيا تكون اكثر هدوءا مع مكسب بطوله الدوري هيديك ثقه، انك كسبت بطوله برضو بتديك ثقه، اعتقد ان هو مستواه هيبقى افضل ان شاء الله. ممكن يكون ابتدى يرجع للمستوى من خلال مباراه المقاولين، شفناه تالق وجاب هدفين مميزين منهم هدف كان اكثر من رائع يعني. هو حسين الشحات لا، وفي مباراه ثانيه مباراه المقصه برضو حسين الشحات هو اللي فتح اهداف المباراه بالظبط. لا ليه مساهمات كثيره جدا، بس هو زي ما بقول لك حسين برضو نقله من النادي الاهلي نقله كبيره، برضو جاي موسم صعب جدا يعني، ف لازم هو يتحمل الضغوط. انت دلوقتي اللعب الاهلي والزمالك حاجه مش سهله، رغم ان يعني اقامه معظم المباريات بدون حضور جماهيري، لكن السوشيال ميديا اعتقد ان هي تاثيرها اقوى بكتير جدا من المدرجات. يعني دلوقتي انت اللعيب زي انت المشجع بقى بيوصل لبيت اللعيب وانا قاعد على الموبايل بشوف كل حاجه، الجمهور كل واحد بيقول عليا ايه، بيتريق عليا ازاي، او بيشيل بيا ازاي، او بيرفعني للسماء في بعض الاوقات وبينزلني لسبع ارض في اوقات ثانيه. طيب برضو من ضمن اللاعبين
اللي تألقوا بشكل كبير في المباراتين سواء المقاولين أو الزمالك، حمدي فتحي، مدى تأثير حمدي فتحي على خط وسط النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ حمدي برضو من العناصر اللي كان عليها كلام كتير جدا مهما كان في دمنهور، يعني ناس كتير تنبأت ليه ان هو لعيب مميز جدا في نادي انبي، حتى في النص الاول من الموسم عمل اداء كويس جدا فعلا. سجل اكتر من هدف لانبي. حمدي فتحي فيه ميزه كويسه جدا، هو لعيب دفاعي كويس جدا وفي نفس الوقت هو فعال، يعني بيتقدم على المرمى بيسجل، ثبت اقدامه بشكل كبير جدا، حجز مكان بينافس لعيب ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي وحسام عاشور. فلما لعيب ينافس حسام عاشور ويفرض نفسه، لا اعتقد يبقى هو لعيب كبير وامكانياته الفنيه كبيره، ومع الوقت برضه هيزيد خبرات. الخبرات لازم دي نحط تحتها مليون خط، الخبرات مع الضغوط هتعلي اللعيب تدريجيا. اعتقد ان هو برضه من ابرز الصفقات اللي هو اتمها النادي الاهلي في يناير اللي فات، فهو لعيب كويس ومستقبل مبشر جدا. وزي ما بقول لك اللعيب الوسط عندنا في مصر ينقصه بعض الفاعليه، وهو حمدي فتحي عنده لا الفاعليه اللي على المرمى، بيسجل اهداف كتير، شفناها تقريبا سجل النادي الاهلي حوالي 3 او 4 اهداف تقريبا في اكتر من مباراه. لكن هو لعيب فعال وفي نفس الوقت بيتميز باجاده المهام الدفاعيه، ودي حاجه مطلوبه جدا في الكره الحديثه يعني. طيب الدوري وعودة النادي الأهلي في البطولة رغم الإخفاقات اللي كانت في أول البطولة سواء بسبب الإصابات، عندك كمان هزايم وتعادلات وكلام من، كنت متوقع أنت على المستوى الشخصي أن ممكن النادي الأهلي يرجع وياخد اللقب في ظل طبعا تألق بيراميدز والزمالك اللي كان أقرب بشكل كبير جدا لحسم البطولة؟ هو يعني نقول زادت التوقعات اكتر مع تدعيمات يناير، تدعيمات يناير تدعيمات تقيله جدا بصراحه. تمام. النص الاول من الموسم التدعيمات، مش هنقول احنا مش بنبخس حق حد او بنقلل من قدرات حد، لكن برضو ما كانتش على المستوى المطلوب قوي. انت برضو في نفس الوقت انت بتشوف المنافس بتاعك بيدعم بشكل كبير جدا. انت التدعيمات بتاعتك ما كانتش على نفس المستوى او على نفس القوه، ممكن يكون لعيبه مميزين بس مش وقتهم، محتاجين اللي يشيلهم في الملعب او محتاجين يعني يلعبوا في ظروف افضل من كده. مع دخول فتره انتقالات يناير مع التدعيمات القويه، لا حاسس ان الدنيا فيها تحسن كبير جدا على المستوى الفني، تحسن كتير على المستوى الوفرة العددية. انت كان بيوصل في وقت من الاوقات كل مباراة كان الاهلي بيخسر لاعب او اتنين للاصابة، زائد يعني زاد اليقين اكتر او زاد التوقع اكتر ان الاهلي ياخد الدوري بعد الخروج من صن داونز. خلاص انت كده زي ما يكون شلت حمل تقيل من عليك وتفرغت تماما. ما كناش نتمنى الحمل ده يتشال اصلا بصراحه. طبعا اللي حصل. طبعا. وخلي بالك برضو امير، منافسه نادي الزمالك على الكونفدرالية لاخر وقت هي برضو ساهمت استنزفت الفريق. داء من الاهلي داءه في بطوله دوري ابطال افريقيا على مدار الثلاث مواسم الاخرانيين يعني. بالظبط كده. يعني هو برضو نادي الزمالك عانى في مرحله حسم الدوري من اللي الاهلي عانى منه في بدايه الموسم. صح. يعني بدايه الموسم كان فيه اصابات كتير، نادي الزمالك اصابه فرجاني ساسي في مرحله حاسمه طبعا بشكل كبير اثرت على نتائجه في بطوله الدوري. شفناه مثلا خسر حوالي 17 نقطه في الدور الثاني، ومفيش فريق بينافس على بطوله الدوري نفس طويل ويخسر 17 نقطه طبعا في مراحل الحسم. صح. دي تبقى صعبه جدا. النادي الاهلي الناحيه الثانيه كان بيلعب كل 3 4 ايام رحله لجنوب افريقيا، رحله لتنزانيا، رحله للكونغو الديمقراطيه مع منافسين برضو تقال، فيتا كلوب او سيمبا او حتى سان داونز، كان منافسين جامدين. اختبارات كانت قويه جدا في دوري الابطال مع ضغط الدوري المحلي، فاعتقد كان الخروج من دوري الابطال يعني زي ما نقول عمل ريفريش للفرقه. من الناحيه الثانيه كان نادي الزمالك تاثر بشكل كبير جدا باصابه فرجاني ساسي واصابه بعض العناصر المؤثره، بقى بيفقد عناصر مؤثره ليه. صح. وده طبعا ده اللي كان بيعاني منه النادي الاهلي في فتره بدايه الموسم. انت يعني الموسم ده حراس الاهلي كلهم اتصابوا، يعني حراس المرمى بس يعني. كان فتره من الفترات عندك خط الدفاع بالكامل كان مصاب، فتره من الفترات خط الوسط بالكامل مصاب، فتره من الفترات كان اجاي مروان محسن ازارو مصابين. فتخيل بقى كم الغيابات دي لما تاثر على نتائج الفريق، مع انك بتبني فرقه جديده وفي نفس الوقت المنافس بتاعك بادئ بشكل قوي، لان برضو نادي الزمالك وبيراميدز كانوا بادئين بدون التزامات افريقيه. نادي الزمالك الموسم اللي فات كان خارج من الكونفدراليه مبكرا من ولايه ديتشا الاثيوبي، فكان بادئ الموسم فريش شويه، فكانت نتائجه الستارت بتاعه كان قوي جدا. لكن لما بدا يخش في احتكاكات وبدا تزيد السفريات مع الكونفدراليه مع مباريات اكتر، مع برضو احتكاك مع فرق عربيه برضو بتاخد من مجهوده وبتاخد من طاقته، فكان النادي الاهلي المخزون البدني بتاعه في مرحله الحسم او البنزين اللي فاضله في مرحله الحسم كان اكتر من نادي الزمالك، وعشان كده هو يستحق في النهايه. انت برضو لما بتيجي تخطط بطوله الدوري زي ما نقول مفيش فريق بيكسب دوري بالحظ طبعا، مفيش. هي نفس طويل وتخطيط واعاده ترتيب اولويات وطموحات. فاعتقد ان النادي الاهلي كان بعد فتره يناير كان بدا التفاؤل بيزيد اكتر، بعد الخروج من صن داونز لا انا حسيت ان خلاص ان بشكل كبير خلاص هو التارجت واحد. انت برضه لما توزع كذا تارجت في نفس الوقت
مع ضغط مباريات جدول، مع نقل مباريات، مع برضه لعب بدون جمهور، ده برضه بيأثر. طبعا طبعا. فاعتقد ان هو بعد الخروج من دوري الابطال كانت فرص الاهلي بدات تزيد بشكل كبير يعني. طيب نروح للصفقات. اخر صفقات النادي الاهلي النهارده كانت محمود متولي لاعب نادي الاسماعيلي السابق، وقبليه كان في اليو ديانج، وقبل اليو ديانج كان في رمضان صبحي وتجديد اعارته. تقييمك لصفقات النادي الاهلي حتى الان؟ استمرار رمضان صبحي كان مطلوب، وان كنت اتمنى انه يكون على سبيل البيع النهائي، ان برضه فتره الاعاره هتدخلك برضه في ديبيت جديد او جدل جديد، وهل النادي ممكن يوافق عليه لو رمضان يعني استمر او تالق مع النادي الاهلي الموسم اللي جاي. فكنت اتمنى ان صفقه رمضان تكون بيع نهائي. دي نقطه. النقطه الثانيه بس هي كلها امور تفاوضيه في طبعا يعني، لكن الاهم ان الاهلي حسم تواجد اللاعب في الفتره الحاليه على اقل تقدير يعني. وجوده مهم لانك انت برضه رمضان من ضمن القوائم، طبعا ما تقدرش تطلع لعيب من القوائم بعد ما الفرقه بدات تشم نفسها. ما تقدرش تطلع لعيب من القوائم الرئيسي، هتخسر كتير فنيا عشان تعوضه، عشان يعني تجد بديل ليه. محمود متولي صفقه مهمه جدا لخط الدفاع. احنا شفنا برضه في فتره انتقالات يناير كان وجود ياسر ابراهيم، خط الدفاع بتاع النادي الاهلي بيتعمل له زي ايه، اعاده تجديد دماء. شفنا النادي الاهلي مش يعني طبعا مع احترامنا لكل اللعيبه، لا دلوقتي انت بتضخ دم لعيبه اصغر سنا بتديك لخمس ست سبع سنين بالزبط. قدام بالزبط. شفنا محمود وحيد في الباك الشمال صحيح. شفنا محمد هاني بدا يحل تدريجيا مكان كابتن احمد فتحي. شفنا ياسر ابراهيم. شفنا حاليا دلوقتي محمود متولي مطلوب بعد طبعا كابتن محمد نجيب برده ادى رسالته مع النادي الاهلي اعتقد بشكل كبير. تدعيم خط الدفاع كان مطلوب جدا، انك تجدد النشاط، خصوصا برضو محمود متولي من عناصر اللي ليها بعض الخبره الدوليه، ان هو كان من عناصر اللي كسبت بطوله افريقيا للشباب مع كابتن ربيع ياسين في 2013، شارك في كاس عالم للشباب في تركيا، من العناصر المبشره جدا في نادي الاسماعيلي على مدار اكتر من موسم. بيجيد اللعب طبعا، هو اصلا مركزه اساسي خط وسط، لكن هو دلوقتي بيلعب قلب دفاع، فهو لعيب جوكر ممكن يخدمك في اكتر من خطه. فاعتقد ان هي هتكون صفقه رابحه للنادي الاهلي. اليو ديانج برده من ضمن العناصر اللي احنا بنقول عليها، خط الوسط كان محتاج تجديد دم في النادي الاهلي. طبعا كابتن حسام عاشور تاريخ كبير مع النادي الاهلي، 33 سنه يعني. الناس برده حسام عاشور بقى له اكتر من 15 سنه بيلعب في النادي الاهلي اساسي، ان هو عنده 17 سنه تقريبا او 18 سنه يعني. بالظبط، من 2003، من اواخر 2003 اخر مع كابتن فتحي مبروك، كانت اول مباراه ليه اعتقد كان ضد المنصوره. فكابتن حسام عاشور ادى طبعا رسالته مع النادي الاهلي، يشكر على كل اللي عمله، ولسه بيأدي الرساله برده. يعني شايفها من كلامه غلط، بس لسه متواجد. لا ما بص يا امير، عشان خاطر برده إيه، لما لعيب يتراجع مستواه ما تنساش 15 سنه اللي فاتت طبعا، واللي قدر يعمله مع النادي الاهلي اصابات كتير، ما تنساش ال 15 سنه اللي فاتت. خلي بالك برضو الاهلي من ضمن الفرق اللي عندها تعاقب مواسم بشكل كبير، ما بياخدش اجازات سلبيه بشكل كبير، فبنسبه كبيره. طيب. يعني ده تدعيم لخط الوسط مهم جدا. سريعا نروح للكابتن طه اسماعيل، طبعا النجم الكبير ورئيس لجنه التخطيط بالنادي الاهلي. يا كابتن طه مساء الخير على حضرتك. مساء الفل يا استاذ امير، ازي حضرتك؟ كله تمام الله يخليك حبيبي، كل عام طيب وحضرتك طيب. عايزين طبعا نطمن جمهور النادي الاهلي بالتحديد فيما يخص اجتماع اليوم بخصوص لجنه التخطيط مع الجهاز الفني، طبعا في تواجد الكابتن محمود الخطيب، واقاويل كثيره جدا كانت بخصوص هذا الاجتماع، وكمان فيما يتعلق بالقائمه الافريقيه والقائمه المحليه. والله طبعا هو كان الاجتماع الرئيسي، الغرض الرئيسي هو القائمه الافريقيه على اساس ان ميعادها واخر ميعاد ليها بكره ان شاء الله. تمام. بس فعلا يعني استقر الراي على مجموعه الاسماء اللي المطلوبه حوالي 26 اسم. كويس. طبيعي النادي هينشرها بكره ان شاء الله، او يكون نشرها الوقت الله اعلم يعني. ما مش هتبقى اسرار الحاجات دي. ناقشناها طبعا من كل الجوانب. على انت عندك لاعبين كتير، في لعيبه يعني بتختار من مجموعه كبيره من لعيبه في المراكز المختلفه. طبعا بتختار بالافضليه اللي يراها المدرب، واللي برضه يعني نتفق عليه معاه فيها يعني. يعني خلصنا المهمه ديت بشكل كويس الحمد لله. كويس. واعتقد ان بكره هتسلم الاتحاد الافريقي ان شاء الله. ان شاء الله. طيب بالنسبه للتفاهم ما بين لجنه التخطيط ومستر مارتين لاسارتي، والامور ماشيه ازاي؟ هل التفاهم بشكل كبير جدا بنسبه مئويه كبيره بخصوص مستقبل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي؟ يعني الامور ماشيه بشكل رائع. احنا اصلا كلنا بتوع كوره. حلو. واحنا اصلا مدربين. يعني فطبعا اساس المناقشه بيبقى اساس ايجابي، مفيش فيه تربصات. حلو. مفيش فيه يعني تفاهم يعني، وهو راجل مطمئن من الكلام معانا واحنا بنتكلم معاه. كويس. ان الهدف واحد
ان العمليه ما فيش فيها تعودك المتجاوب في كل حاجه، بنقول راينا وهو بيقول رايه، وفي النهايه حلو يعني متفقين في معظم المسائل، يعني مفيش مشاكل فيها الحمد لله. طيب ده شيء، والراجل مقتنع بكل الكلام اللي بنتكلمه، وهو نفسه احنا مقتنعين برضه بارائه. في نفس الوقت احنا برضه اثنينا عليه على جهوده طبعا في اكيد في النادي الاهلي لبطوله الدوري العام، مش عايز نقاش، اكيد طبعا عمل شغل كبير فيها وقدر ان يثبت فرقه النادي الاهلي بعد الصفقات والاصابات ما رجعت من الاصابات، ما اقصدش يثبت الفريق يعني معناه ان هو بيلعب 11، لا انما كان عنده قاعده كبيره، ناس بتلعب وناس قاعده كتير، لكن كان بيعمل تيرن اوفر وبيغير في بعض الاحيان بين اللعيبه وبعضها، ودي كانت برضه ميزه كويسه جدا النادي الاهلي انفرد بيها عن بقيه الفرق الاخرى اللي يعني فرق المنافسين اللي يعني كانوا محصورين في ال 11 لاعب وفضلوا متمسكين بيهم، وبالتالي حصل تاثيرات سلبيه في النواحي البدنيه والنواحي النفسيه للعيبه اللي ما بتلعبش وحاجات من هذا القبيل. لكن هو الحقيقه الراجل كان عنده وصله من اللعيبه وظفهم بشكل رائع جدا وجيد جدا. كويس. وفي النهايه طبعا وصفه وصفه يعني بعض حاجات يمكن الناس في بعض الناس يعني مش مقتنعين، يعني انا بقى اقول لك بصراحه يعني لكن وده شيء طبيعي يا كابتن طه برضه، يعني مش دايما بيبقى في اجماع على مدير فني، شيء طبيعي ان يكون في اختلاف على مدير فني، مش دايما بيكون في اجماع. سامعك كويس. سامعني حضرتك كده تمام يا كابتن طه؟ سامعني كده تمام؟ سامعك كويس. انت بتتكلم من الاستوديو انت عندكم مقفول شويه كده كده تمام حضرتك سامعني؟ كده الصوت تمام يا جماعه؟ الصوت تمام؟ سامعني يا كابتن طه؟ نعم. انا بتكلم بخصوص ان دايما مش شرط يكون في اجماع على مدير فني معين، المهم النتائج في الاخر والاهداف في الاخر ان هي بتتحقق. لا مش قادر اسمع كويس. تمام. طب يا ريت يا جماعه نحاول الأول. نحاول نعود الاتصال بدكتور طه اسماعيل عشان يحاول يسمعنا بشكل افضل من كده، ونحاول نساله كل الاسئله اللي نفس جمهور النادي الاهلي يسالوا فيها. وكان يا محمود مهم قوي ان انا اساله على التفاهم اللي موجود ما بين لجنه التخطيط وايضا مستر مارتين لاسارتي، لان لجنه التخطيط ليهم دور كبير جدا، وفي نفس الوقت اقاويل كتيره ليس لها اي اساس من الصحه طلعت النهارده بعد اجتماع لجنه التخطيط مع الجهاز الفني، واعتقد ان هو رد على الجزئيه دي بشكل حاسم. وقيل ان لاسارتي غادر الاجتماع غادر، وطبعا طلع توضيح من كابتن سامح حفيظ ان ما فيش اي حاجه والدنيا ماشيه كويس وفي تفاهم كبير. وتصريح اخر كمان من كابتن طه اسماعيل. وبالظبط، وكابتن طه اكد نفس المعنى. حتى لو في اختلاف وجهات النظر ما ده عادي، يعني انا مقتنع بحاجه وغيري مقتنع بحاجه ثانيه، ما دور اللجنه ايه مع المدير الفني ان احنا نوصل لافضل قرار. بالظبط. فالخلاف عادي، هي مش خناقه، هي قناعات فنيه مش اكتر. دي نقطه. النقطه الثانيه، مارتن لاسارتي تشعر ان هو مضغوط شويه في الفتره الاخيره. مضغوط، خاصه بعد مباراه سان داونز، كان كل مؤتمر صحفي بيتعرض لسؤال طب انت مكمل، طب الفريق، طب كذا، يعني حتى ما كانش السؤال يعني الاسئله موجهه ليه بشكل فني كبير. لا، وبعد سان داونز كان فيها هزه شويه، هي اثرت عليه حتى في بعض الاوقات. كابتن سعد حفيظ حتى بعد مباراه الزمالك الاخيره سئل نفس السؤال، لاسارتي مكمل ولا لا، حتى قال ده مش سؤال يعني. بالظبط. ده مش طيب سؤال. نرجع لدكتور طه اسماعيل. يا دكتور طه، كنا بنتكلم بخصوص المدير الفني، وان انا بقول لحضرتك ان دايما ما بيبقاش في اجماع على مدير فني، الاهم في النهايه ان يكون الاهداف بتتحقق والنتائج اللي بترغب فيها جماهير النادي الاهلي ان هي بتتحقق، وده اللي حصل مع بطوله الدوري بالتحديد. تمام. يعني هو زي ما بقول لحضرتك يعني وشوف يعني الناس دايما بيبقى طموحاتها كبيره اكيد، واحيانا تبقى خياليه شويه. هو فاهم انه كل واحد فاهم ان النادي الاهلي ينزل يكسب 4 5 جوال في كل ماتش. في ماتشات النادي الاهلي عنده مشكله في تضييع الاهداف. دي مشكله واضحه باينه. كويس. يعني فدي برضو بتقلل شويه في بعض الاحيان انك تكسب 1-0 وتحافظ عليه للاخر، او تكسب تسديده المعلول في اخر دقيقه، ولا تسديده رمضان في اخر دقيقه. فدي الناس بتحسبها انها فوز صعب. حقيقه انا معاك، يعني ودي من ضمن الكلام اللي احنا اتكلمناه، بس دي مش شغله الراجل. تمام. النهارده شغله الراجل انا بخلق فرص. صح. وفرص كثيره جدا بتضيع الاهداف، هو مش هيجيب الاهداف. انما هي دي مشكله المهاجمين اللي موجودين عندنا، اللي هي نسبة تهديفية من الفرص اللي تيجي قليلة. ودي أحيانا
بتخلي الماتش مزنوق وبتكسب بالعافيه. الناس بتفتكر ان بقى لا عايز يكسب مستريح بقى في اربع او خمس اجوال. في مباريات بتتهيأ زي كده، مقاولين العرب بقى النادي الاهلي عامل مباراه كبيره جدا وكسب ثلاث اجوال، ثلاث اجوال من احسن الاجوال. مره امام خاصه مش عارف ثلاثه برضه حاجات زي كده. بس في بعض المباريات النادي الاهلي عمل فيها سكور كبير. فهو الراجل الحقيقه يعني انجز المهمه بتاعته، واحنا في الكوره كده بنقول الكلام ده. ايا كانت اراء الناس هو انجز المهمه بتاعته، منظم في شغله، قدر يستثير حماس اللعيبه في طول المباريات اللي فاتت، ثبات المستوى في النتائج على وجه الخصوص، ادى للعيبه فرص كثيره، يعني عمل تيرن اوفر وبقى بعض التدوير يعني. ففي النهايه انا شايف ان هو نجح في العمل اللي اوكل وانجز المهمه المطلوبه منه يعني. يمكن مشكله بقى ماتش افريقيا للنادي الاهلي بالظبط خمسه دي برضه في بعض الناس بتتكلم عليها، لكن في حاجات في الكوره احيانا تحصل بدون ما يعني فجاه كده يعني. السنه دي مثلا مانشستر سيتي كسب تشيلسي سته بالظبط، مش مقياس ان يحصل الكلام ده، حصلت. واخد بالك؟ ليفربول ان هو مثلا خسران ثلاث يجيب اربع تجوال في مين؟ في برشلونه. ففي حاجات في الكوره يعني خارجه عن بتحصل. هي حصل دروب بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه، ولكن الضغط كلامنا معاه انه يعني بيتعهد بانه يعني هيبقى المهمه الرئيسيه السنه دي باذن الله تعالى في افريقيا ان شاء الله. ده شيء مهم جدا. فيما يتعلق بالصفقات يا كابتن طه، واكيد لجنه التخطيط للكره ليها دور كبير جدا ومؤثر في بناء فريق قوي واكتمال هذا البناء اللي ابتدى تقريبا في شهر يناير الماضي. حتى الان النادي الاهلي ضم ثلاث لاعبين، رمضان صبحي، اليو ديانج، واخيرا متولي النهارده. بنسبه كام في الميه لجنه التخطيط حققت الاهداف الخاصه بالفريق الاول لكرة القدم حتى الآن؟ هو شوف هقول لحضرتك حاجة، هقول سنتر باك تمام، محمود متولي مهم جدا لأن شورتج هيبقى في مركز السنتر باك كويس. الوقت بتحصل كمان وقت ما تبص تلاقي نفسك بتلعب محمد هاني في الدباك مع أيمن أشرف على طول، برضه أيمن أشرف شغال في الحتة دي على طول يعني. سنتر باك ليه؟ لان في اصابات، عندك سعد سمير مصاب وعندك ياسر كان موقوف، ويعني فطبعا في نقص في الحته دي. فاعتقد تدعيمها بمحمود متولي مهمه جدا. محمود متولي سيرفي باك كويس، واصلا كمان ممكن يلعب في الملعب فعلا، هو بيلعب سيرفي باك وبيلعب في نص الملعب فعلا، فممكن الاستفاده دي في حتتين، واعتقد هو هيغطي الحته دي بشكل كويس مع زملاء رمضان ان شاء الله. بالنسبه لرمضان كان مهم ان رمضان يبقى برضه موجود يكمل الموسم المهمه بتاعته بتاع الموسم اللي فات، ونجح النادي طبعا في ان هو يجدد العاره بتاعته. شفنا رمضان حتى في المباراه الاخيره بتاع الزمالك، حتى شوف المرور بتاعه عمل لصالح جمعه، كان بعيد شويه او دخل فيها طارق حامد يعني، لكن قوي جدا وبيحاول برضه يفوت ويتعامل مع زملائه مهم. بالنسبه للعيب اليو ديانج، طبعا يعني احنا ما شفناهوش، بس المكان ده محتاجين فيه لعيب. يعني كان بيلعب في حسام عاشور والسريه بالظبط طول الفتره اللي فاتت. لازم انت بتفكر بالمستقبل يعني، مش برضه في ناس مثلا هتبص تلاقي السن بالتدريج يبقى خلاص استاذ عام فداء عشان ولد صغير وبيلعب، هو مش مهم ان انا يكون بلاي ميكر ويطلع ويكمل وكذا، انما هو له مهم ان هو بيلعب قدام الاربع دكات بشكل كويس ويقطع كورات بشكل كويس ويمرر بشكل كويس. فاعتقد يعني ثلاث مراكز مهمين جدا النادي الاهلي، والعمليه مش عمليه بكثره اللعيبه. النادي الاهلي بالظبط عنده لعيبه كثيره قوي، لكن دي الحته دي كانت محتاجه هذه النوعيه من اللاعبين، وانا اعتقد يعني النادي توفق فيها باذن الله تعالى. بنسبه مئويه كام النادي توفق في الطلبات اللي هو محتاجها او لجنه التخطيط شايفاها بالتحديد للفريق الاول لكره القدم؟ بنسبه مئويه كام، وهل في اضافات ممكن تكون خلال الفتره الجايه؟ حضرتك على حاجه. حضرتك حاجه. دايما مختصر القدم مش في ايدي يعني. بالظبط. انت تقول والله انا عايز زي اجيب بالظبط طبعا. ده شوف. واللعيب يرغب انه يجي لك او ما يرغبش.
النادي يقدر يشوفه لك ولا ما يشوفوش، المبلغ اللي ما اتفق عليه لازم يكون كبير ما ينفعكش. عشان كده ليس كل ما يعني زي ما اقول لك المثل يقول لك ليس كل ما يهواه المرء يدركه يعني. بالظبط. في بعض الاحيان ما بتقدرش يعني ناس عايز تاخدها ما بتقدرش. وبتستنى بقى ايه اللي ممكن يحصل يعني، في برضه صفقات مستنيه برضه بوقتها. كويس. يعني فيها مفاضلات وفيها ويعني في محلات موجوده في القائمه. كويس. موجوده لكن ده اللي كان والعمليه مش بكثره. النادي الاهلي استقدم في يناير عدد كبير من اللعيبه. فعلا. مش معقول كل هيجي لان هتعمل مخزن لاعبين. صح. انت بتختار برضه الاماكن اللي انت بتبقى محتاج فيها. ولذلك بيبقى في حدود محدوده لانك انت عندك لعيبه موجوده من الاصل يعني. بالظبط. انا اعتقد ان النجاح في الثلاث دول حاجه جيده. وفي ناس برضه تحت المحادثات يعني قد يحدث في اي وقت ممكن يدخل بعض اللعيبه ان شاء الله. ان شاء الله. يا دكتور طه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. كان معنا على الهاتف دكتور طه اسماعيل رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، واعتقد انه وضح الكثير والكثير من الامور اللي كانت بتشغل بال عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، وبالتحديد افتكروا كلام الصفقات. واحنا كنا اتكلمنا في الجزئيه دي قبل كده، النادي الاهلي عنده قوام جيد جدا من اللاعبين، التدعيم هيكون في اطار محدود مش بالكم زي ما قال كده الدكتور طه اسماعيل، لكن باللاعب اللي هيقدر يضيف للنادي الاهلي. الاداره اكيد هتسعى للتعاقد معاه، وزي ما هو قال كده في وارد ان ممكن يكون في تدعيمات اخرى طبقا لرؤيه طبعا لجنه التخطيط بالتنسيق مع الجهاز الفني، وطبيعي طبعا مع الكابتن الكبير كابتن محمود الخطيب. اعتقد مداخله مهمه ووافيه جدا من كابتن طه اسماعيل. كابتن طه طبعا لمس حاجات كتير او لمس امور فنيه كتير كانت عملت صعوبات للنادي الاهلي الفتره اللي فاتت او الموسم اللي فات، خاصه اضاعه الفرص. النادي الاهلي كسب بطوله الدوري لكن هو مش خط الهجوم الاقوى في البطوله. فعلا. النادي الاهلي هدافه هو الباك الشمال في الفريق، فطبعا دي تحط علامه استفهام، تحط برده مصدر قلق. كان ضروري الراجل برده بره لاثرت منها، هو مش دوره ان هو يجيب الجول، لو صنع فرص والفريق وصل للمرمى. لكن في بعض الاوقات او في بعض المباريات انت بتكون في حمل فرصه واحده. انت ممكن فرصه واحده تضيعها تقلب سيناريو المباراه كله ضدك. احنا شفنا في ماتش سان داونز في الشوط الاولاني في فرصتين للنادي الاهلي لاجاي وعمرو السولية، لولاهم كانت الدنيا اتغيرت خالص. خالص يعني. المباراه اتقلبت تماما ضدك وضيعت حلم كبير من ايديك بسبب تركيز فرصه معينه. في بعض الرعونه شويه برده في انهاء الفرص على المرمى، شفنا فرصه لصالح جمعه في مباراه الزمالك، شفنا قبلها فرصه لوليد ازارو في مباراه المقاولين. لو انت بقى محتاج الفرصه دي قوي لا هتسبب لك مشاكل كتيره جدا. طبعا. هتهدم خطط الاداره كلها يعني ممكن تهدم خطه اداره الموسم كامل. صح. بسبب عدم تركيز في نقطه في فرصه او اتنين. فاعتقد ان هي نقطه اللي هي انهاء الفرص على المرمى مطلوبه جدا علاجها من الجهاز الفني للنادي الاهلي. وكابتن طه لمس برده نقطه ثانيه اللي هو التدعيم مش شرط بيكون بعدد الصفقات الكتير. احنا قلنا في يناير اللي فات في حوالي من 6 ل 8 صفقات مع عوده مصابين، ودي حاجه مهمه جدا. دي تعتبر صفقات في حد ذاتها، لما يكون علي معلول مش معاك النص الاولاني من الموسم تقريبا او فترات كبيره ويرجع، فده يعتبر برضه اضافه للفريق. فاعتقد النادي الاهلي مش في حمل ان هو يعني صفقات كتير، بالعكس ده محتاج فلتره لان في لعيبه كتير اعتقد ان هو مش هيكون ليها دور الفتره اللي جايه. بالظبط. طيب الاهلي مقبل على بطوله دوري ابطال افريقيا، خلاص حسم الدوري والدوري خلص الحمد لله. موسم كروي كان صعب جدا هنتكلم عليه بالتفاصيل، لكن الهدف القادم للنادي الاهلي هي بطوله دوري ابطال افريقيا، واللي دايما جمهور النادي الاهلي متشوق ليها من فتره كبيره. ميزه من مميزات النادي الاهلي ان هو طوى صفحه الدوري والافراح الخاصه ببطوله الدوري وبيركز على بطوله دوري ابطال افريقيا. شايف البدايه مطلوب ان هي تكون ازاي، خصوصا ان انت هتقابل فريق مجهول شويه، فريق يطلع بره جنوب السودان. فريق مجهول معناها ان لازم أن يكون الاستعداد اكتر على الورق طبعا. على الورق انت فرصتك قويه انك تكسب المباراتين. على الورق بالنظر لاسامي الفرقتين، فريق اول مره تقريبا يشارك في دوري الابطال او يخش في محك افريقي مع فريق يعتبر هو بطل القاره يعني او بطل القرن في افريقيا. فريق مجهول طلب ان هو تركيز اكتر، انت مش في حمل اي مفاجات. احنا برده شفنا السنه اللي فاتت نادي الزمالك ولايت اديتشا محدش يسمع عنه قبل كده، ومع ذلك عمل مفاجاه كبيره جدا. فطبعا كابتن طه اسماعيل قال حاجه مهمه، قال ان لاسارت تعهد ان دوري الابطال هيكون هو الهدف الاول ليه. بالظبط. فلا انت محتاج ضربه بدايه جامده، ده التارجت الاول ليك في الموسم الجديد. فلازم تاخد كل مباراه بمحمل الجد ومحمل التركيز الشديد، حتى اذا كان المنافس فيه الفوارق الفنيه بينك وبينه كبيره، خاصه كمان ان في تلاحم مواسم.
برضو انت هتخش من دوري ابطال افريقيا، تخش الكاس، تخش الدوري موسم جديد، فانت محتاج انك توفر اجواء من الثقه والهدوء مع بدايه الموسم الجديد. انت مش في حمل اي تعثر افريقي بالذات، وصلت 2 نهائي ورا بعض، خروج للمره الثالثه بسيناريو صعب شويه، فاعتقد ان هي مباراه مهمه جدا جدا جدا، ولازم يكون التركيز عليها بشكل كبير لانك مش في حمل اي مفاجات. ان شاء الله اتمنى تكون بدايه قويه للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، عشان تكون رساله مميزه لكل الانديه اللي هتنافس على هذه البطوله، وان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في تحقيق هذا اللقب الغائب. نروح لملف اخر وهو فيما يتعلق بالكره المصريه بشكل عام. شفنا موسم يعتبر فاشل في اداره الكوره او المسابقه بتحديد بطوله الدوري، بطوله الكاس ما اتلعبتش او ما كملتش لحد دلوقتي. الحلول ايه لتفادي تكرار موسم صعب زي الموسم اللي خلص ده من وجهه نظرك يعني؟ بص، هو يا امير هي في نواقص كتيره يعني. مبدئيا قصه ان هي البطولات الخارجيه ولوائح المشاركه فيها، البطوله العربيه لوائح المشاركه فيها ما كانتش واضحه يعني. 4 أندية خدوا من جدول الدوري بشكل كبير، مؤجلات بشكل كبير. الفريق او النادي اللي حابب يشارك في بطولتين يتحمل جدول الدوري، مفيش حاجه اسمها تاجيلات. والاهم من التاجيلات يا امير تحديد، مثلا انت عندك في كل جوله عندك 9 مباريات، لازم يكون في 9 ملاعب مختلفه. صح. لازم، بحيث انك ما تجيش على ملعب معين تفضل تهلكه وتهلكه، فالملعب ده بعد كده هيبقى سلاح مضاد ضدك. ممكن الملعب ده من سوء ارضيه الملعب تتعرض لاصابات، لاجهاد، لخلاف. واحنا شفنا كاس افريقيا الاخيره في مصر كانت ملاعب على اعلى مستوى، والكل اشاد بها من اول رئيس الاتحاد الدولي لغايه اصغر منتخب في افريقيا. فانت دلوقتي عندك بنيه تحتيه كبيره جدا، لازم تحدد ملاعب، جدول مسابقات منتظم، لوائح ثابته، لوائح تمنع. لوائح ثابته دي مهمه قوي. لا، لوائح تنظم البطوله جوه الملعب وبره الملعب. في تجاوزات كتيره بتحصل بره الملعب. صح. مش مقبوله باي. صح. شكل. صح. بتاثر على قرارات المسؤولين وشفناها بشكل كبير. بشان تعيين حكام او استبعاد حكام او الحكم بشر في الاول في الاخر، اخطا مش معنى ان هو اخطا ما تعاقبوش مجامله لنادي او عشان تمتص غضب نادي ليه شعبيه جماهيريه. فلازم يكون اتحاد الكره القادم يكون قوي جدا، قوي جدا مع الجميع. لوائح سريعه على الجميع، مش حاجه اسمها مؤجلات. ملاعب مهمه جدا، الملاعب دي نقطه مهمه جدا. بسبب الملاعب دي انت تعرضت لاصابات عضليه كتير، فقدت في وقت من الاوقات كفريق واحد مثلا زي الاهلي فقد 17 لعيب دفعه واحده، بسبب برضو ان هي سوء ارضيه الملعب، انك انت بتلاقي ملعب بيلعب عليه 4 أندية. صح. تلاقي ملعب مثلا بيتلعب عليه 4 ماتشات في 4 أيام ورا بعض، فطبعا طبيعي ان الملعب ده يهلك يعني. وطبيعي الملعب ده لما يهلك ارضيته تسوء، هياثر على موضوع الاصابات. اللوائح لازم تكون مهمه جدا، اتحاد الكوره لازم يبقى قوي، مش حاجه اسمها مجاملات، مفيش حاجه اسمها استجابه لضغوط، لوائح واضحه لكل اللي هيغلط هيتعاقب، جدول منتظم، لو في امكانيه لتقنيه الفيديو عشان ننهي جدل كبير جدا بالنسبه لموضوع التحكيم. ياريت. يعني يكون ليها آلية، وشفنا تطبيقها في مصر موجوده يعني. احنا عندنا آلية، حتى لو انت استعنت زي مثلا احنا بنشوف دلوقتي ما شاء الله الانديه بتصرف مبالغ ضخمه جدا على تدعيمات لعيب. اتحاد الكوره برضو لازم يصرف عشان يطور. صح. اتحاد الكوره كان طلب قبل ما يستقيلوا يعني من الانديه ان هم يشاركوا في واعتقد الانديه رحبت. واعتقد الانديه مش لا، البعض ما رحبش يعني. يعني الغالبيه رحب. انت برضو تقنيه الفيديو دي هتنهي جدل كبير طبعا. في نفس الوقت انت الاستعانه بالتحكيم الاجنبي دي لازم تقل بشكل كبير. انت صرفت على التحكيم الاجنبي كتير جدا، كنت ممكن بالمبالغ اللي اتصرفت دي الانديه برضو صرفتها، ما هي اللي بتدفع تكلفه الحكم الاجنبي، كنت ممكن تساهم انك تدخل تقنيه جديده وتنهي جدل كتير. هتلاقي الموسم ماشي في هدوء، ويبقى التركيز كله على منافسه كره قدم بس، دون التشكيك في نوايا او التشكيك في ذمم او تصريحات غير لائقه او تجاوزات، او حتى وصلت لبعض الاحيان للازدراء وتصريحات عنصريه. فده طبعا ده كله ده ما ينفعش. لازم يبقى في اتحاد كوره قوي، لازم يبقى في لجنه انضباط قويه، لجنه مسابقات قويه، لجنه قيم واخلاق برضو قويه جدا تتصدى لاي تجاوز عشان تبقى تلعب كره عشان نستمتع بيها. لان خلي بالك برضو تصريحات المسؤولين بتشحن الجماهير. انت اصلا دلوقتي الدوري اوريدي بدون جمهور، وفي شحن غير طبيعي، ما بالك لو الجمهور في الملعب. كانت الناس بقى يعني تقطع بعضها في الملعب بسبب الشحن الزايد عن الحد ده. فاعتقد ان تقنيه الفيديو هتحل مشاكل كتيره جدا. اتمنى ان دي اول حاجه يعني، اول حاجه تطبق. بس اعتقد انه صعب يعني. لو كان في نيه كانت خطوات اتخذت خلاص من بدري يعني. ما كابتن عصام عبد الفتاح قال كذا مره ان هي هتطبق من الموسم الجديد يعني، وشفنا وعود كتيره. لا، وقال كمان من الدور الثاني الموسم اللي فات، وكل هذه الامور ما حصلش الكلام ده. لا، وكنا بصراحه يعني كان لينا تجربه كانت كوميديه بصراحه، اللي هي التلفزيون الصغير دي برضو طبقت على 3-4 ماتشات او 3-4 جولات، ما كانتش يعني بجدوى يعني، رغم ان اشاده اتحاد الكوره بيها مش عارف على اي اساس، بس برده مش هي دي اللي تليق برده بينا. لا، احنا المفروض ان الدوري المصري
دوري قوي دلوقتي بقى دوري جاذب، عندك دوري مصر بقى بيستقطب مواهب من افريقيا ومن الدول العربيه وبيصدر بره، الدوري المصري دوري متشاف، انت استضفت كاس امم افريقيا، انت دلوقتي عندك ناديين الزمالك بطل الكونفدراليه وعندك النادي الاهلي بطل القاره، فدلوقتي المفروض ان مستوى البطوله ما نلاقيش دول عربيه بقت سابقانا بمسافات كبيره جدا، هي لمجرد حاجه واحده بس، يعني انت فنان افضل منهم، هم عندهم تنظيم احنا ما عندناش تنظيم. بالظبط هو ده الفرق بس. التنظيم بس. اتحاد الكوره ايه اللي هيحصل الفتره الجايه؟ والله هل هيبقى في لجنه مثلا هي اللي تدير الاتحاد الكوره ولا هيكمل زي ما احنا كده باللواء ثروت سويلم هو اللي يكمل لغايه لما يبقى في انتخابات وكل هذه الامور يعني. والله احنا سمعنا برضو كلام كتير برضو مطالبات لاستثناء مصر اللجنه مؤقته لمده سنه مع الثلاث شهور اللي هي المهله قبل اجراء الانتخابات الجديده، وسمعنا ترشيحات الدنيا ملتبسه. ان برضو خلي بالك ان الاخفاق اللي حصل كان اخفاق كبير، انت استضفت بطوله عملت يعني فرح كبير وهديته في بدايته كاداء منتخب وكخروج كرويا قصدك يعني كمنتخب يعني كمنتخب، لكن التنظيم طبعا كان حاجه تنظيم هايل يعني. كان التنظيم هايل. دلوقتي بقت في حاله غضب ضد المسؤولين اللي كانوا موجودين، وهل المسؤولين الموجودين دول هيترشحوا تاني ولا لا؟ فبرضه تحس ان الصوره ضبابيه، سمعنا ترشيحات شويه ونفي شويه، فتحس ان برضه الموضوع كله محتاج حسم. انت لغايه دلوقتي ما اخترتش المدير الفني الجديد. ما انا لسه كنت هسالك، احنا عايزين حسمه بسرعه عشان تختار تشوف هتجيب مين مدير فني، هل وطني اجنبي، وهل المدير الفني هيكون على قد طموحات الشعب المصري ولا لا؟ انت عندك تصفيات كاس افريقيا في 9 وفي 10 و11 ممكن تخش في تصفيات كاس عالم. بالظبط. وعندك بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد في شهر 11، فلازم موضوع الملف ده اعتقد وزير الرياضه دكتور اشرف صبحي بينزل فيه مجهود كبير، اعتقد بس محتاج انجاز اكتر من كده. تبقى الامور واضحه. هل هنحصل على استثناء من الفيفا فعلا ان احنا تبقى لجنه مؤقته لمده سنه، ام هيبقى في انتخابات كمان 3 شهور او شهرين ونص، لان الكلام ده كان بيتقال من بعد الخروج من بطوله افريقيا. بالظبط. فالموضوع ده الملف ده مهم جدا وشائك وغامض وملوش ملامح برضه، بيفتقد برضه موضوع التنظيم، احنا ما فيش اي ملامح واضحه لغايه دلوقتي، كلها تكهنات وكلها بالونات اختبار ولكن اعتقد ان الناس اللي كانت موجوده او الاعضاء اتحاد الكوره موجودين حاليا هم عليهم عدم قبول شعبي زي ما نقول او عدم قدوم قبول اعلامي وجماهيري، ان الناس دي خدت فرصتها واكتفت وعايزين وجوه جديده تدير المنظومه في الكره المصريه او اتحاد الكره بالتحديد. من وجهه نظرك الافضل مدير فني وطني ولا اجنبي لمنتخب مصر؟ مدير فني وطني اجنبي اعتقد هو مدير فني وطني. وطني. والا والا مدير فني اجنبي يكون على اعلى مستوى. لان برضه لازم أن يكون مدير فني، انت دلوقتي الاسماء المميزه او اللامعه اتاخدت من بطوله افريقيا. تمام. كان عندك سيباستيان دي صبرح بيراميدز، هيرفي رينار اعتقد منتخب السعوديه فعلا، في برضه رور في مدرب نيجيريا، لكن اعتقد هم متمسكين بهناك والعلاقات بينهم وبين بعض كويسه، مش عايزين برضه نلجا لمدرسه ان احنا نجيب مدير فني مغترب عن كره افريقيا. يعني زي ما حصل مع جيري اجيري وقبليه كوبر وقبليه برادلي. يعني برادلي برضو كان اول تجربه لي بره امريكا كانت مع منتخب مصر، وكان عمل نتائج يعني تبدو مقبوله، وبرضو واجه صعوبات كتير ما كانش فيه نشاط رياضي، لكن فاق على كابوس كبير اللي هو غانا، ثم جبنا كوبر برضو كان الاداء مش عاجب الناس كتير، حصر الفرقه حصر المنتخب على مجموعه معينه من اللاعبين، رسخ عقليه معينه في اللاعب المصري ادارت بعض اللاعبين، لكن هو حقق نتائج كويسه، لكن برضو في نفس الوقت احنا فوقنا على كابوس نتائج مزريه جدا في كاس العالم واداء مخيب. بالزبط. وعدم تنظيم في الملعب وخارج الملعب برضو. اجيري نفس القصه، كان بادئ بدايه تبدو جيده وعمل احلال وتجديد وتجديد دم، بعد كده فوجئ باستضافه كاس الامم في مصر، فوقنا برضو على كابوس انك بتخرج من مبكرا من بطوله افريقيا اللي انت بتلعبها على ارضك وسط جمهورك، وكانت الفرصه قويه جدا. خلي بالك يا امير المستوى الفني بتوت كاس الامم الاخيره كانش قوي، كانش قوي، كانش قوي فعلا، وكل الفرق الكبيره كان عندها دروب، كان فعلا. فرصتك انك تكسب اللقب خاصه انت كنت في البطوله اللي فاتت على ملاعب اسوء ووصلت النهائي مع كوبا، والسنه دي على ملاعب افضل ودعم جماهيري وخرجت افضل مدرب وطني دلوقتي، وطني يا امير او مدير فني يكون اجنبي كبير. يكون ليه خبره في الملاعب الافريقيه، ويكون اهم حاجه قبل ما يكون مميز فنيا قوي الشخصيه، لان في امور كتيره فلتت في الفتره الاخيره. استاذ محمود باهي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا امير. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. دي كانت فقرتنا الاخيره من حلقه كلام في الميديا النهارده، نورنا وشرفنا في الاستوديو محمود باهي الناقد الرياضي بجريده الشروق، اتكلمنا في ملفات عديده جدا بتخص الكره المصريه وكمان فيما يخص النادي الاهلي. ما تنسوش النهارده بالليل ان شاء الله الساعه 11 حلقه خاصه جدا مع نجم النادي الاهلي الجديد محمود متولي مع الكابتن اسلام شاطر، في حلقه هتكون مميزه جدا ان شاء الله. ودي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده ان شاء الله بكره، الى اللقاء.